من هذا الموضوع مشاهدينا اللي تصدر الترند العراقي، ننتقل إلى موضوع آخر وفيديو آخر. أظهر اندلاع نزاع عشائري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عشيرتين في جنوب بابل بقضاء القاسم. من محافظة البصرة بقضاء أبو الخصيب تم تداول فيديو أظهر نزاع أيضاً استخدم فيه الأسلحة وإطلاق النار، وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الخلاف حدث بين أشخاص بسبب كيس طحين. هذه النزاعات المستمرة والتي يستخدم فيها غالباً الأسلحة دون وجود رادع أو محاسبة أثارت غضب المتابعين. في منصة أكس كتب أحمد حسين يقول: الدولة للأسف ما قادرة تفرض قانون توقف به النزاعات، البلد رح يبقى هالشكل طالما الدولة ضعيفة. حسن البياتي قال: لم يمر بتاريخ العراق زمن أو حقبة أتعس من هذه السنين التي نعيشها اليوم، سنين انقلبت فيها جميع الموازين. مع الأسف الشديد وصل العراق بلد الحضارات إلى هذا المستوى. ناصر حماد قال: أعان الله وطنا يحارب الوباء والجهلاء وقلة الحياء، اللهم إنا نستودعك أهلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على الفيديو اللي شاهدنا. ننتقل الآن إلى موضوع آخر تم تداوله في السوشيال ميديا عراقياً.